نشرة الظهيرة من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم وإلى تفاصيل النشرة. يواصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم زيارته للعاصمة الألمانية برلين، وكان سيادته قد عقد سلسلة لقاءات في ثاني أيام زيارته مع نظيره الألماني ووزيرة الدفاع، كما عقد جلسة مباحثات مع المستشار الألماني وترأس سويا الجلسة رفيعة المستوى لحوار بيترسبرغ للمناخ. في ثاني أيام زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى برلين للمشاركة في مؤتمر حوار بيترسبرغ للمناخ، التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد فرانك شتاين ماير رئيس ألمانيا الاتحادية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن السيد الرئيس أعرب عن التقدير لحفاوة الاستقبال الألماني، مشيدا سيادته بعلاقات الصداقة المصرية الألمانية الممتدة وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة. من جانبه رحب الرئيس الألماني بالسيد الرئيس في برلين معربا عن تقدير ألمانيا لمصر على المستويين الرسمي والشعبي واعتزازها بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين، كما أشاد الرئيس الألماني بالمشروعات القومية التنموية الجاري تنفيذها مؤكدا حرص ألمانيا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها في كافة المجالات. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار الألماني أولف شولتز في افتتاح الجلسة رفيعة المستوى لحوار بيترسبرغ للمناخ. كما استقبل المستشار الألماني أولف شولتز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر المستشارية الألمانية في برلين، وعقد مؤتمر صحفي بين الجانبين، وقد أعرب السيد الرئيس عن تقديره للقاء المستشار الألماني للمرة الأولى في برلين، مشيدا سيادته بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، كما أشار السيد الرئيس إلى التطلع لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، حيث أكد المستشار شولتز من جانبه حرص ألمانيا على دعم الإجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر سعيا لتحقيق التنمية الشاملة،
لا سيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الألمانية. وتم التوافق بين الجانبين في هذا الصدد على أهمية العمل على تكرار النموذج الناجح للشراكة بين مصر وكبرى الشركات الألمانية، على غرار شركة سيمنز والذي أثبت نجاحاً كبيراً في السنوات الأخيرة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة التعاون المشترك في مجال الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وتطوير منظومة التعليم الأساسي في مصر. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر إقامته في برلين مع السيدة كريستينا لامبرشات الوزيرة الاتحادية للدفاع بجمهورية ألمانيا الاتحادية. كما عقد السيد الرئيس أيضا لقاء المائدة المستديرة مع رؤساء مجالس إدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات والاتحادات الألمانية، حيث دار حوار مفتوح بين رؤساء الشركات الألمانية والسيد الرئيس والسادة الوزراء المصريين حول آفاق التنمية ودفع الاستثمارات الألمانية في مصر. وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري، أكد سفير بسام رودي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن توقيت زيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا يعد مهما على المستوى الثنائي وكذلك على مستوى التطورات العالمية حاليا. توقيت الزيارة هو توقيت هام جدا، سواء على المستوى الثنائي ما بين مصر وألمانيا أو على مستوى التطورات العالمية اللي موجودة حاليا في العالم وفي الإقليم الشرق الأوسط. هي الزيارة الأولى للسيد الرئيس بعد تولي المستشار شولتز المستشارية الألمانية. أهمية ذلك طبعا بتأتي في يعني استمرار وضمان استمرار وترسيخ العلاقات المصرية الألمانية الممتدة، خاصة وأنه هذا العام هو بيتواكب مع احتفال مصر وألمانيا بمرور حوالي 70 سنة من إقامة العلاقات الدبلوماسية ما بينهم. في ختام اجتماعات حوار بيترسبرغ للمناخ ببرلين، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تسعى إلى تحقيق أفضل النتائج خلال قمة المناخ المقرر عقدها في شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ. وخلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أكد شكري أن الهدف هو التخفيف من أثار تغير المناخ، داعيا كل الأطراف إلى تنفيذ استراتيجيتها طويلة المدى وجعل مؤشراتها متسقة مع اتفاق باريس. أود أن أتقدم بالشكر لألمانيا على التزامها للإجراءات الخاصة بالمناخ والنجاح بشكل متكرر في الحوارات المستمرة، ونتطلع للتعاون مع ألمانيا للوصول إلى نجاح في تنظيم مؤتمر الأطراف 27 وأن ننجح سويا في هذا. يمكننا أن ننجح سويا أو من سوء الحظ أن نفشل سويا، وذلك ليس خيار أمامنا. علينا أن نعزز العمل الجماعي، الإرادة السياسية والمسؤولية المشتركة تجاه الأجيال المستقبلية للعمل بشكل فعال على تنفيذ التزاماتنا، وأن نعمل على زيادة تطلعاتنا والتعامل مع هذا التحدي الملح بطريقة فعالة، والحفاظ على الأهداف التنموية للبشرية بشكل عام، ونقدم في نفس الوقت آمال للأجيال المستقبلية بشأن المناخ أن يكون مستدام بالنسبة لهم. كما أكد شكري ضرورة اتخاذ تدابير فعالة للاعتماد أكثر على الطاقة المتجددة، وشدد وزير الخارجية على الحاجة إلى التزام سياسي دولي لتحقيق مزيد من التقدم في التعامل مع تغير المناخ بطريقة مجدية، وشدد على ضرورة دعم المجتمعات الأكثر عرضة للتضرر والتأثر بظاهرة التغير المناخي. يجب أن نحافظ على درجة الحرارة والتقدم والتأقلم مع تغير المناخ عبر التكيف مع تغير المناخ والوصول إلى حلول منطقية بشأن الأضرار التي تحدث في المناخ، وأن يكون هناك الدعم اللازم للمجتمعات العرضة للتضرر والقابلة للتأثر بهذه الظاهرة، والأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لهذا التحول. كما أشرنا من قبل لأكثر من مرة،
يجب أن نبدأ التنفيذ فورا ونحقق تقدم كبير في هذه القضايا، وألا نترك أحد يتخلف عن الركب، وأن نستغل كل فرصة متاحة لأن نظهر الإرادة اللازمة للوصول إلى تسوية. نحن نواجه تحديات عالمية اليوم ومخاطر العودة مرة أخرى إلى اضطرابات في البيئة، انعدام في الأمن الغذائي لم يتم حلها بعد. كل هذه النتائج تأتي في تقارير الدولية والتي تطالب بإجراءات على أرض الواقع دون تأخر في الالتزامات الموضوعة هذا الصدد. من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن ألمانيا ستعمل على التنسيق مع مصر والمساهمة بفاعلية لإنجاح مؤتمر المناخ الذي سيعقد بشرم الشيخ. وشددت بيربوك على ضرورة المضي قدما في تحقيق الهدف الرئيسي والحفاظ على التوازن البيئي بتقليل درجات الحرارة درجة ونصف مئوية. وأكدت بيربوك ضرورة العمل لرفع الأضرار التي وقعت مؤخرا بسبب تأثير تغير المناخ. وأوضحت وزيرة الخارجية الألمانية أن هناك الكثير من الدول التي تستطيع أن تقدم معونة للتغلب على المشكلات المناخية والآثار المناخية السلبية التي نتجت عن ارتفاع درجات الحرارة، ولكن المسألة ليست تقديم مزيد من التمويل المالي في مقابل التنازل أو الرجوع بالخطوات إلى الوراء في مسألة تحقيق الاعتدال المناخي. هذا وقد التقى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، وذلك على هامش مشاركتهما في حوار بيترسبرغ للمناخ ببرلين. وقد تم تبادل الرؤى بشأن القضايا ذات الأولوية وعلى رأسها التكيف مع تغير المناخ والتخفيف مع تداعياته السلبية ومعالجة الخسائر والأضرار وتوفير تمويل المناخ. وأوضح وزير الخارجية ما تبذله الرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر الأطراف من جهود لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف، فضلا عن قيامها بتحديث إسهاماتها المحددة وطنيا في مجال خفض الانبعاثات وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك على نحو يساهم في تشجيع كافة الأطراف على مواصلة تعزيز جهودها في مجال عمل المناخ تحقيقا للنتائج المنشودة. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب مصر لكرة اليد بعد فوزه بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخه، وأشاد سيادته بالأداء البطولي والرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة. كما أشاد سيادته بالقيادة المميزة للجهاز الفني، مؤكدا أن منتخب مصر لكرة اليد بات يسجل العديد من الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية ويسعد جماهيره بأدائه وعزيمته وفوزه في مختلف المنافسات ليصبح واحدا من كبار منتخبات العالم في هذه اللعبة. كما هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المنتخب بفوزه ببطولة كأس الأمم الإفريقية 25. شهد رئيس الوزراء ختام النسخة 25 من بطولة كأس إفريقيا لكرة اليد للرجال 2022 بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، حيث قام رئيس الوزراء بتسليم كأس البطولة إلى منتخب مصر الفائز بلقب البطولة لعام 2022، كما قام بتقليد اللاعبين الميداليات الذهبية. وهذا وقد أعلن خلال حفل التتويج عن شعار النسخة القادمة من بطولة كأس إفريقيا لكرة اليد والمقرر إقامتها في مصر عام 2024. وكان المنتخب قد فاز باللقب القاري الثامن في تاريخه بعد تغلبه على نظيره منتخب كاب فيردي الرأس الأخضر بنتيجة 25-37 في المباراة النهائية للبطولة. وبفوز المنتخب فقد تأهل رسميا إلى بطولة العالم التي ستقام العام المقبل في بولندا والسويد. يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه الثاني اليوم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
كانت أولى جلسات الحوار الوطني قد انطلقت في الخامس من الشهر الجاري، حيث صدر على إثرها وثيقتين تضمنت الأولى اللائحة المنظمة لكل أعمال الحوار، بينما تضمنت الثانية إصدار مدونة السلوك والأخلاق في الحوار، كما تضمنت التصديق على قرار تشكيل مجلس الأمناء. كان المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان قد أكد خلال الجلسة الأولى أن هدف الحوار هو خلق مساحات مشتركة تسمح بالاتفاق والاختلاف، وأن الاتفاق هو الهدف الرئيسي من الحوار، كما أكد أنه يتسع للجميع باستثناء من لجأ للقتال أو حرض عليه. في تمام الثانية بتوقيت القاهرة تأتيكم نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون المصري، والمزيد دائما عبر مسبيرو دوت اي جي. إلى اللقاء. إلى اللقاء.